اسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام وحياكم الله من تلفزيون دوله الكويت وقناه كويت سبورت نحييكم ونقدم لكم استديو اليوم المفتوح لنهائي بطوله سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعا نهائي الحلم اللي سيقام ان شاء الله اليوم في تمام الساعه الخامسه وخمسين دقيقه على استاد جابر الدولي والذي سيجمع ما بين القادسية والكويت اليوم إن شاء الله سيكون هذا اليوم مفتوح من القناة الثالثة بدءا من الساعة الحادية عشرة صباحا الآن وحتى انتهاء اليوم من خلال سيكون هناك برامج آه خاصه عن آه بطوله سمو ولي العهد وايضا سيكون هناك استديو تحليلي للمباراه النهائيه ومباراه النهائيه ستنقل ومن بعدها اكيد البرامج متواصله وحديث عن هذا النهائي الحلم والنهائي الكبير والذي ستتشرف الاسره الرياضيه عامة وأسرة كرة القدم خاصة بحضور سمو ولي العهد للمباراة النهائية وإن شاء الله نتمنى أن نشاهد نهائي جميل يليق بمستوى الحدث ويليق براعي هذه المباراة وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الله يحفظه ويرعى اليوم او البدايه مع طبعا هذا الاستديو اليوم المفتوح سيكون معي داخل الاستديو ضيوف باسمك عزيز المشاهد ورحب بالنجم واللاعب الدولي السابق ولاعب نادي السالميه والهداف التاريخي لبطوله سمو ولي العهد برصيد 34 هدف الكابتن علي مروي طبعا بمشاركه لاعب القادسيه واللاعب الدولي السابق خلف السلامه ب 34 هدف لكن علي مروي هو من حقق هذا الرقم بالاول وخلف السلامه تبعه ولكن لم يتعدى لذلك يبقى الرقم الاقدم على الاقل للنجم علي مروي ولا انا صراحه ما اقول هداف تاريخي انا اقول هداف بالفطره ابو عبد العزيز حياك الله يا هلا والله فيك اخوي خالد اول شيء صبح عليك صب على اخواننا المشاهدين صب على اخواني الكواتن اللي وياي ضيوف البرنامج وبالنسبه اللي ذكرته يعني ما في شك ان هذا الشيء يعني مميز لكل لاعب نعم وحتى وانا جاي يعني انا وانا جاي للبرنامج كنت حريص اني اذكر الكابتن خالص السلامه لان آه هذا الشيء حق, حق لكل لله أنا وانا ذكرته يعني من البدايه اي والله خير نعم ولان انت طبعا كهداف اللي وصلت الاول أكيد. الى رقم 34 إيه نعم. خلف السلامه واعتزلت خلف أكيد. السلامه بدا ووصل للرقم 34 يستاهل. لكن ما طافك ويستاهل هداف ونجم يستاهل كابتن خلف طبعا هذا شيء يعني يفخر فيه كل لاعب نعم. و... وانا دائما اتكلم دائما عن اي انجاز يحقق اللاعب يعني لابد انه يذكر في في جميع المناسبات يعني. نعم وايضا حارس مرمى نادي القادسيه والطرف الاول في هذه المباراه النهائيه واللاعب اكيد والحارس بدر الجمعه حياك الله وسعيد بتواجدك معي انا اسعد والله بوجودي يعني بمناسبه مثل هذه وبيوم حلو ورياضي مثل هذا يعني الكل يستمتع الصراحه يعني اجواء حلوه نعم والأستاذ ايضا هم يعني حلو يعني انا يعني اتمنى الكل يروح يحضر يعني اللي ما حضر الاستاذ يحضر بالأجواء هذه اعتقد كل الظروف حلوه انك تحضر وتستمتع بال بالمباراه يعني إن شاء الله أكيد أن الكل راح يستمتع بهذه المباراة والحضور الجماهيري فعلا هو مطلب للكل أن يكون هناك حضور لهذه المباراة النهائية وأيضا النجم الدولي واللاعب السابق لنادي الكويت الطرف الثاني في المباراة النهائية كابتن علي الزيد حياك الله حياكم الله بالخير وصبح على السادة المشاهدين طبعا أنا سعيد بوجودي معاكم مع كابتن وإن شاء الله اليوم يعني المباراة تكون بحضور سمو ولي العهد راح كلنا نكون في استقباله ان شاء الله في استاد جابر الدولي والجماهير ان شاء الله ندعوها كلها ان شاء الله في حضورها للمباراه الممتعه صراحه اللي طبعا هي بين طرفين غريمين يعني وطرفين يعني هما يعني انا اعتبرهم يعني بالسنوات الاخيره هما الاسياد الكره الكويتيه صراحه. يستحقون اكيد من يعمل ويجتهد يستحق ان يكون في المباراه النهائيه والكويت القادسية عودونا دائما يتواجدون في المباريات النهائيه وايضا الفرق الاخرى سواء العربي، السالميه، اي فرق اللي وصلت لها لكن ما يميز يعني ان القادسيه والكويت في السنوات الاخيره فعلا التنافس اصبح ما بين هذين الفريقين. آه اليوم كابتن علي يعني تشريف سمو ولي العهد الشيخ okay. نواف الله يحفظه هذه مباراه اللاعب يتمنى أن يكون فيها ويتمنى أن يكون متواجد بحضور سموه. اكيد ما في شك يعني المباراه هذه استعد لها الفريق الفرق كلها على اساس هذا النهائي نعم فما بالك انت كفريق وصلت الى هذه المباراه النهائيه خصوصا تشريف سمو ولي العهد لهذه المباراه هو يعني حضور هذه المباراه وتشرف فيها الاسر الرياضيه مثل ما تفضلت ويعني خاصه الفريقين او نعم. الناديين اللي راح يشاركون في هذه المباراه اعتقد يعني هذا الشيء يعني حضوره للملعب والاستاد وتكريم ابناء الرياضيين هو يعني فخر لنا كرياضيين وانا دائما اتكلم دائما عن كاس سمو ولي عهد كاس ولي كاس سمو الامير يجب على يعني الرياضيين الكل التواجد في استاد جابر لحضور هذا المهرجان خصوصا تحت يعني شرف حضره سمو ولي العهد وسمو ولي الامير يعني سمو الامير اللي هم يعني يعطون حلاوه للمباراه يعني هي دائما مثل ما يعرفون الاخوان النهائي غير صحيح يعني الدوري ممكن انت تتعب عليه يعني في عدد كبير من مباريات 26 مباراه لكن يبقى النهائي هذا شيء حلم للاعبين وحتى الجهاز الفني والاداري الاجواء كلها تتغير من خلال استعدادك لهذه المباراه انت يمكن من يعني يتم الاعلان عن نهائي كاس سمو الامير سمو نعم. الامير وولي العهد اعتقد ان هذا الشيء نعم. يعطي يعني حافز للاعبين نعم. وحضوره طبعا وتشريفه لهذه المباراه يعني احنا انا ما لعبت عدد كبير من المباريات لكن يبقى المباراه اللي لعب لعبتها في في مسيرتي الرياضيه يبقى النهائي دائما في خيال يعني. وفي خيالك اكيد كابتن بدر الجمعه يعني مصافحه سموه في هذا اليوم مطلب لكل الرياضيين الكل يتمنى انه يوصل مباراه النهائيه حتى يصافح سموه العهد شوف النهائي طبعا في اجماع ان النهائي نعم. ظروفه مثل ما تفضل الكابتن يعني هذا في اجماع وتشرف مصافحة سمو العهد عهده الشيء اللي انا حسيت فيه بالنهائي باجواء النهائي هذه ان الاجواء تكون لها رسميه يعني في نهايات ممكن نعم. الدوري يكون نهائي ولكن الدوري يكون الاجواء رياضيه لكن الاجواء في حضور ولي العهد او صاحب السمو تكون الاجواء رسميه لها هيبه يعني وجود يعني الفرقه الموسيقيه العسكريه والحضور نعم المستوى الرفيع يعني الحضور يكون الوضع رسمي صحيح. يعني اللي داخل الملعب يحس يحس بالوضع الرسمي والهيبه حتى الصعده المنصة لها شعور يعني غير يختلف ف ف ف المشاعر <applause> طبعا اي طبعا والخسران عاد يعني هذا وضع ثاني يعني <applause> الله يعينه لكن لكن انا اقول لك الوضع الوضع الرسمي للمباراه يعطي احساس مميز للنهائي هذا مثل ما تفضل الكابتن لكن انا آه النهائي الرسمي يكون دائما له نكهه نعم طبعا علم قال خيال يعني تبقى في مذك في ذاكرتي ويعني مخيلتي لسنوات اني انا العب نهائي بدر قال لا في هيبه في يعني حضور سواء سمو ولي العهد او حضره صاحب السمو الامير عبد الله حفظهم ويرعاهم لكن نتكلم في بطوله سمو ولي العهد علي شعورك انت وانت تلعب مباراه في وجود يعني سواء سمو ولي العهد او حتى سمو الامير لكن نتكلم عن هذه البطوله بطوله سمو ولي العهد شوف انا بطوله سمو ولي العهد صراحه يعني هي لها ذكرى سيئه بالنسبه لي وذكرى حلوه السيئه اني انا انصبت في في نعم. قبل البطوله صحيح وحاشني الرباط الصليبي ورحت المجر وسويت العمليه وهذا ما تشرفت صراحه ولعبت في في هذه البطوله والشغله الحلوه فيها ان هي البطوله الاولى اللي نادي الكويت حقق, أه حقق فيها موسم 93 94 موسم 93 94 ضد نعم. فريق نادي كاظم اعتقد 1-0 طلال زيدان اللاعب نعم. طلال زيدان هو اللي سجل الهدف فهذه الذكرى آه المؤلمه فيها اني انا انصبت ولا والشغله الحلوه في في النهايات مثل ما تفضلوا الاخوان انا جربتها صراحه نعم. يعني كانت في بطوله سمو الامير يعني سنه 84 85 اول سنه لي العب بالفريق الاول ولعبت ضد فريق نادي كاظمه المباراه المعروفه هذه وفزنا فيها وتشرفنا بمصافحه سمو الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد ورحنا على القصر نعم. يعني شيء صراحه واحنا بالملعب قاعدين نسخن ناطرين سمو الامير وهو يوصل ايام ونشوفه بالشاشه شيء صراحه يعطيك شعور مثل ما قال مثل ما قالوا الكباتن شيء ما ما اقدر اوصفه لك يعني صراحه الحمد لله رب العالمين انا كذا كذا نهائي يعني وصلت ولعبت فيه وتشرفنا مصافحه سمو الامير الوالد سمو الشيخ سعد رحمه الله عليه علي <applause> يعني الشيء صراحه هذا شيوخنا والحمد لله رب العالمين هم يعني دائما سباقين نعم. في حضورهم للنهائيات احتضانهم نعم. للرياضيين وهذا شرف لنا يعني الحمد لله رب العالمين اللي اللي يعني آه لازمنا نذكر هذا التاريخ يعني مع مع مرور يعني اكثر من قريب 30 سنه الحين نعم. تقريبا على على النهائيات الحمد الله لله الله يعطيكم الصحه والعافيه صراحه شعوركم دخلنا في اجواء المباراه النهائيه واحساسكم و حديثكم عن المباريات النهائية شاركتوا فيها، لذلك نشاهد معكم الآن تقرير خاص عن المباراة النهائية ولنعود إن شاء الله. الاسرة الرياضيين برعاية وحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله لنهائي كأس سموه والذي يجمع بين الكويت والقدسية على استاد جابر الدولي في الساعة السادسة الا عشرة دقائق ويأمل كلا الفريقين الى تحقيق اولى بطولات الموسم والتي تعد دافعا ايجابيا نحو تحقيق المزيد من البطولات في الموسم الرياضي فالعميد من جهته يسعى الى الفوز باللقب السادس له خاصة وانه خسر النهائي في الموسم الماضي على يد السالميه وفي المقابل يحاول القادسية وهو صاحب النصيب الأكبر بتحقيقه لقب كأس مولي العهد بثمانية مرات إلى الفوز بالكأس التاسعة خاصة وأنه التاريخ يقول أن القادسية لا يفوز في النهائيات التي تقام على استاد جابر الدولي فقد خسر نهائيين خاضهما على الاستاد وقد وصل الكويت للمباراه النهائيه بعد تغلبه على الجهراء في الدور قبل النهائي بخماسيه نظيفه فيما وصل الاصفر للنهائي بعد تجاوزه عقبه السالميه باربعه اهداف وسيكون اللقاء صراع بين المدرب الوطني والمدرب الاجنبي فالابيض يقوده الوطني محمد عبد الله الذي يخطي بخطوات ثابته مع العميد ويقدم مستويات مميزه في الدور الذي يتصدره في المقابل ما زالت الجماهير القدساوية غير راضية على أداء الفريق بالشكل الكامل خاصة في وسط الغيابات التي يعاني منها لكن في فترة الانتقالات الأخيرة استطاع الملكي تدعيم صفوفة بالمهاجم دا سيلفا بالإضافة إلى عودة المعارين محمد راشد ويوسف سعود إذا هو لقاء كبير وصراع بين فريقين لطالما أمتعوا الجماهير بالسنوات الأخيرة فلمن ستكون الغلبة؟ حياكم الله تابعنا اكيد تقرير عن المباراه النهائيه واللي ستجمع فريقي الكويت والقادسيه على استاد جابر الساعه 5 و دقيقه تمنياتنا للفريقين كل التوفيق وان شاء الله نشاهد مباراه ممتعه يستمتع فيها كل من يتابعها كابتن علي يعني يمكن احنا تحدثنا عن حضور المباريات او حضور سمو ولي العهد للمباراه النهائيه لكن كلاعب في مباراه نهائيه أكيد لها أجواء مختلفة أكيد لها تحضير مختلف عن أي مباراة ثانية أوكي. كلاعب شنو اللي تت يعني تكون تحرص عليه قبل أن تبدأ مباراة النهاية طبعا ما في شك أن هذه المباراة تعتبر يعني مختلفة عن جميع المباريات خصوصا أنها نعم. النهائي خاصة يعني استعدادك لها من من نهايه اي مباراه من اخر مباراه سواء كانت بالكاس او نعم. بالدوري لكن عادة تكون على ايامنا عادة يكون كاس عرفت؟ فاستعدادك فا لها استعداد يعني انت كلاعب مهتم بنفسك الاكل النوم تمرين نفسه التمرين يعني كل ما كل ما يقرب يوم المباراة تحس انه يعني شعورك دائما يزيد انك يعني تقدم مباراة تليق بسمعة ناديك وتليق بسمعة سمعتك كلاعب انك تحاول طبعا لان نعم. هذه المباريات دائما اللاعب يحاول انه يسجل اسمه او تاريخ يعني للتاريخ في هذه المباريات ممكن ان اللاعب يسجل مثلا هدف ويفوز فيه فيها الفريق طبعا هي طبعا يسجل لك بالتاريخ انه صاحب الهدف نعم. اللاعب الفلاني انك تكون دائما تركيزك عالي في هذه المباريات خصوصا لما تشوف دعم من مجلس الاداره والجهاز الاداري والفني للفريق يعني الحضور دائما ما يعني يزداد في هذه المباريات اعتقد ان التشجيع والحماس قبل المباراه شيء مهم طبعا هذا من خلال التمارين لكن في المباراه نفسها يوم المباراه هذا شيء ثاني مختلف احنا إيه إيه طبعا كحضورك, الشيء المختلف. كحضورك للنادي أي. طبعا دائما تحرص انك تكون يعني متواجد بساعات مبكره سواء بالنادي او في ملعب المباراه دائما نكون يعني يحب الواحد انه يقعد مركز في المباراه يعني حتى قبل عندنا لاعبين صغار يعني ما يكونون يعني يحسون في المباراه يعني ممكن يكون عندهم لان انا كنت لاعب منهم لما كنت انا صغير يعني ما كنت اعمل شو يعني تركيز للمباراه كونه يعني قليل خبره لكن تشوف اللاعبين الكبار لما دشيت النادي ولعبت تشوف اللاعبين الكبار تركيزهم عالي ساكتين في الباص في المباراه في غرفه الملابس تحس انه قاعد يجهز نفسه لهذه المباراه اعتقد ان هذه اي لاعب يعني يجهز نفسه للمباراه خصوصا لما تدش وتصافح سمو ولي العهد لأنه قبل كان مع بدايه المباراه كان يصافحنا سمو العهد سمو الامير طبعا هذا الشيء يعني يعطيك دافع في المباراه خاصه يعني انك تقدم مستوى يليق في هذه المباراه والحصول على الكاس هذا اهم شيء طبعا انك يعني تضيف الانجازات الى ناديك ولك شخصيا يعني نعم بدر كابتن بدر اكيد يعني قبل مباراه النهائيه تحرص انك تضع بصمه في المباراه يعني دائما المباريات النهائيه نشاهد فيها الكل يحرص على انه يبرز سواء لاعب ناشئ في بدايه حياته او حتى لو لاعبين خبره لان المباريات النهائيه فعلا اللاعب المميز يظهر في هذه النهائيات. صحيح. يعني عاده او 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 هو هذا الحقيقه نعم. موجودة بالرياضه ان تكون عوامل النجاح يعني اربعه يعني كفرق يعني اعداد البدني المهاري خططي النفسي هذا الجانب الاخير وهو المهم جدا يعني بهالمباريات نعم. هو العامل مؤثر وايد يعني الخططي والمهاري والبدني هذا يكون اوريدي موجود لكن انت شلون تقدر تهيئ لاعبينك لدخول هذه المباراه والاجواء اللي راح يواجهها داخل المباراه اوريدي هني يعني انا اعتقد هذا واجب جهاز اداري وفني شلون تعامل مع اللاعبين؟ يعني اللاعب محتاج الى اعداد نفسي الى دخول بالاجواء صح هذه، يعني اليوم تلعب باستاذ كبير يعني حتى النجوم حتى النجوم من خلال خبراتهم وصلوا الى مرحله انه عارف شنو محتاج وعارف شنو التهيئه النفسيه، لكن هذا ما يمنع انه يتعرض للضغوط وشلون يتعامل معاها؟ فهذا الوضع العام شيء مو سهل يعني احنا سهل ان نتكلم عنه لكن اللي عاش الاجواء يدري ان الوضع مو سهل في لاعبين يعني انا يعني نهائيات في لاعبين ممكن اول عشر دقائق هو مو داخل المباراه للحين مو عارف يعيش الاجواء فشيء مهم جدا انه يكون الجهاز الاداري يكون ملم طريقة الاعداد النفسي وطريقة التعامل مع اللاعبين والفريق بشكل عام قبل واثناء المباراة، هذا شيء مهم جدا يعني، فأنا أتمنى يعني أن اليوم يكونون ادوا الدور اللي عليهم جهاز فني واداري وحتى اللاعبين الخبره لا تبخلون على اللاعبين الصغار يقعد معاه سولف فيها في واحد حماسي هذا محتاج تنزله تهدي وفي واحد لا مبالي محتاج تحمسه صحيح فانت مو معقوله تحمس الجميع ممكن ممكن في الحماسيين يطلع صحيح. من المباراه هذه ينطرد إيه. اول خمس دقائق فالجانب هذا جدا مهم ومثل ما قلت همه هو جو النهائي والهيبه والرسميه تضيف حق هالامور فالوضع يعني يعني جدا صعب ولكنه مو صعب على اصحاب الخبره والقدره. يعتمد على 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 قائد الفريق. اي اصحاب الخبره يعني بغض من, يعني خل من خل المدرب ومن الاداريين هم قائد الفريق في, دخل في في لما يدخل الملعب خلاص, أيوة خلاص مم مم الان خرج وهو يعرف اللاعبين اللي يعرف طبعا اللاعب الناشئ يعرف اللاعب الخايف اللاعب المخايف هو بدوره أن يعني يعطي بث فيهم روح الحماس سواء صح. اللي يكون مثلا ما عنده خبره بالنهائيات احنا مثلنا يعني كنا اذكر كابتن عبد العزيز الاميري الله يطول بعمره صراحه يعني يحسسنا كانه هو اخونا طبعا الكبير يعني دائما يعطيك حماس داخل الملعب وبره الملعب يعني قبل المباراة اذكر انه دائما يجينا لنا ديروا بالكم يا شباب عن السهر نام بكر حضور باكر التمرين ضروري حق البطولة هذه مثلا وبعدين مثل ما انا بكمل كلام كابتن بدر كل بطولة تختلف يعني بطولة الدوري عن بطوله الكؤوس تختلف استعداداتها يعني الكاس تحتاج الى لياقه بدنيه تكون اكثر حق اللاعب لان مباريات الكاس انت المباراه ممكن 90 دقيقه ممكن تصير بعدين أو طريقه توزيع المجهود روان ساعة يعني ساعة عرض شون. احنا مرينا فيها يعني لعبنا مع فرق مره اذكر كنا نوصل الى الاوقات اللي هي الاكسترا تايم هذا او الفرق اللاعبين الثانيين ما عندهم لياقه بدنيه تلقاه طايحين بالارض واللي حاش شد عضلي هذا احنا لا ما شاء الله الحمد لله استعداداتنا كانت قويه وتمريننا على قولتنا احنا انجليزي بحت يعني ايام جون كات يعني ممكن الف لك كيفان خمس لفات ما اقول لك فلا فعلا والله العظيم هذه يعني احنا كنا نتذمر بالتمرين صراحه بالسابق من جون لان جون تمرينه كان يعني اعتقد علي وكابتن سامعين عنه يعني قاسي قاسي ما ما اعتقد احد تدرب هذا آه بس كانت تنفعنا هذه اللياقه البدنيه في, في المباريات خصوصا مباريات الكاس واكثر البطولات اللي حققناها مع جون كترات كانت كاس الكؤوس آه الكؤوس يعني نعم عرفت شلون؟ نعم ف الاستعداد نعم نعم مثل ما قلت يعني البدني والنفسي ضروري مثل ما قال الكابتن بدر يعني, يعني خالد يمكن نعم آه نادي الكويت يعني صحيح استعدوا لهذه المباراه في عمل معسكر يعني يعني تجمع اللاعبين صحيح طبعا هذا يساعد على يعني أه توليفه سنه يعني في المباراه بالاضافه الى أه يعني يكونون اللاعبين قراب من بعض يعني حاسين في قيمه النهائي هذا دور طبعا مثل ما تفضل كابتن بدر ايضا يعني دور الاداري وتجهيز الفريق لهذا يعني النهائي النهائي المبار... والمباريات المهمه بالنسبه لكل اللاعبين طبعا بدرجه اولى مثل ما قال يعني اهم الجهاز الاداري او او, أو او مجلس اداره النادي نعم. شيء ضروري انه نعم. يكون لهم اهتمام في في هذا يعني اي نهائي ان صحيح ل... لازم تهيئ فريق تهيئ السبل المناسبه حق أنهم يؤدون المباراه مثلا ما تقول لها قيمه مثل صحيح. المباراه النهائيه فانا اتوقع إنه يعني احنا مثل مجلس ادارتنا الحمد لله رب العالمين تعودنا على ان نوصل كذا نهائي نعم. ودائما مجلس الاداره مع مع اللاعبين واهتمامهم ويروحون معاهم مثلا معسكرات قبل نعم. المباراة النهائية ويكونوا متواجدين مع اللاعبين يعني لغاية صفارة الحكم. خلاص صفارة الحكم. الحكم دور بس خلاص ينتهي دور اللاعبين في ارضية الملعب لكن ايضا هناك لجان اخرى تعمل وتستعد لمثل هذه المباريات المهمة وخصوصا اذا كانت مباراة نهائي مثل نهائي سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه نتابع هذا التقرير الخاص عن الاستعدادات اللجان واستعدادات الفرق العامله لهذا اليوم الكبير. الاستعدادات النهائيه لمهرجان المباراه الختاميه والنهائيه لبطوله كاس سمو ولي العهد حفظه الله. كان بالاجتماع التنسيقي الذي اقيم باستاد جابر الدولي. وذلك بحضور الأمين العام للاتحاد الكويتي لكرة القدم الدكتور محمد خليل ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الكويتي لكرة القدم السيد خالد الفضلي والسيد خالد بناشي المشرف العام لاستاد جابر الدولي شاكرين حضوركم واهتمامكم في الاجتماع التنسيقي لنهائي كأس سمو ولي العهد طبعا مثل ما انت عارف هذا الاجتماع روتيني ودائما يقام قبل المباراه المباريات النهائيه في أربعة الى خمسة ايام يعني يمكن حرص جميع الجهات على انجاح هذه الفعاليه انا اعتقد كان واضح من خلال تعاون الكل وايضا الالتزام في الامور التنسيقيه الخاصه في المباراه النهائيه. بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على هذا اللقاء ونبارك اول شيء لنادي الكويت نادي القاسيه ونهنيهم على وصولهم للمباراه النهائيه. ونرحب بسيدي سمو ولي العهد حفظه الله وتواجده دائما مع ابناء الرياضيين وهذا شرف لنا جميعا في اي مكان او اي شخص يعمل لانجاح هذه البطوله العزيزه. بالنسبه لمراقب المباراه ليس داخل الملعب فقط مثل ما تفضلت لكن مراقب المباراه يبدا يمكن قبل ثلاثة ايام ونتكلم عن الخارجيا وليس داخليا حتى يعمل كل المتطلبات لانه هو يعتبر على راس التنظيم للمباريات. وقد تمت المناقشة مع اللجان العاملة بيوم الاحتفال والتنسيق مع وزارة الداخلية والحرس الأميري ووزارة الإعلام ووزارة الصحة ووزارة البلدية للظهور بصورة المشرفة في يوم الاثنين القادم الموافق السادس عشر من يناير الجاري الساعة الخامسة والنصف مساء الاستعدادات قائمة على قدم وساق بالاتحاد الكويتي لكرة القدم وجميع الجهات العاملة وذلك لتشريف سيدي سمو ولي العهد في المباراه الختاميه لكأس سموه حفظه الله. كل الشكر لزميلي سالم انس اللي على هال التقرير ونتمنى ان شاء الله ان اليوم يكون مهرجان مهرجان كبير وحضور اكيد سمو ولي العهد راح يضفي على هذا المهرجان ايضا تمنى الحضور الجماهيري مباراة في مهرجان قبل بداية المباراة مباراة ايضا هناك جوائز الاخوة ما قصروا هناك جوائز على يعني حضور المباراة وعلى التذاكر ان شاء الله كل التوفيق اكيد للفريقين بالاساس طبعا يعني علي مروي اذا بنتكلم عن كاس ولي العهد ما نغفل الهدف والهداف علي مروي هداف تاريخي ب 34 هدف صح بمشاركه خلف, خلف السلامه نجم الدولي ولاعب نادي القادسيه لكن علي مروي هو من حصل على هذا الرقم في البدايه خلف اتى ولكن لم يحطم هذا الرقم تساوى مع علي مروي علي لعب تقريبا تسع مواسم تقريبا تسع مو او تسع بطولات كاس سمو ولي العهد تحديدا صحيح صحيح في 34 هدف الحمد لله توفيق من رب العالمين ويمكن <applause> يمكن هذه فرصه حق اللاعبين في الوقت الحالي خصوصا مع وجود يعني المباريات هذه كونها نظام مجموعتين هذا شيء يساعد اللاعب على انه يعني يحقق اهداف أكثر حتى في السابق كان هناك نظام بس الاغلبيه كان خروج المغلوب إينا. لا كان إينا. دول العهد دائما مجموعتين إينا. إينا. بالبداية الموسم في البدايات كان كانت سمير عادة يكون خروج مغلق تف... قبل لا قبل قبل انا اذكر انه شنو خروج مغلوب, مغلوب. هو كذا نظام هو <applause> يعني يعتمد على عدد المباريات صراحة <applause> يعني اللاعب كثر ما يعني شارك في المباريات خصوصا لاعب الهداف نعم يعني مم. تجي فرصة انه يعني يسجل عدد كبير من الاهداف يعني انت تشجع نظام المجموعات بالبطوله والله انا عشان تقول <applause> اي اقول لك الهداف شيء <applause> شيء مميز يعني اكون صريح وياك نعم. يعني لكن نعم آه طبعا هذه اهدافك طبعا, <applause> طبعاً هذه ركله هذه من الاهداف علي <applause> مروي نعم اعتقد شوف خاصه الهداف يعني دائما يبحث عن لقب الهداف سواء في اي بطوله حتى الدوري نعم. حتى كاس سمو الامير حصلت هداف 94 95 و98 99 اي بطولة سمو العيد خمس اهداف خمسة اهداف اي نعم الحمد لله يعني هذا شيء يعني مميز لكل هداف انه يضع اسمه في اي بطولة يعني قلت لك اي بطولة اللاعب يشارك الهداف مم. لابد انه يكون حريص انه يعني يحصل على بس انت والبطولة. انت كابتن انت تدش البطولة حاط ببالك بتصير هدافها ولا تدش وتقاتل وهيك التوفيق شوف اول اول شيء انا ما انا شخصيا اتكلم إيه. عن نفسي يعني إيه. الحرص طبعا اني احقق البطوله اول شيء لكن اذا حققت كاس الهداف هذا هي نتيجه زياده الخير خيرين مثل ما يقولون بس اهم شيء لقب البطوله هو الشيء الاهم ما صدتني بقول بالدوري <applause> والله شوف الهداف طبعا لانه شنو خالد لان الفريق كله دايما التركيز عليك كهداف ممكن الاهداف تيجي من اي لاعب لكن يبقى دورك يكون انت يعني يعقدون الامل عليك في اغلب الاوقات شوف آه يعني كابتن علي صراحه هذه مو مجامله انا والله العظيم اقولها علي انا كنت احبه صراحه الله, يعني الله, يعني الله. لانه مهاجم <applause> مميز لا ولا نفس اسمي <applause> لا فعلا علي صراحه من المهاجمين صراحه اللي انا وايد استمتع بلعبهم علي ذكي ما يعني مو تقول مهاجم تي الكور بس ويقول لا علي يعرف شلون يتحرك حق الكره هذه ترى مو اي لاعب يقدر هذا علي يقرا المباراه، يقرا اللاعب اللي بيلعب له الكره، يعرف شلون يروح حق الزاويه اللي اللي قريبه حق الكره، فعلي من اللاعبين صراحه اللي يعني لو تشوف اهدافه اهدافه ترى ما هي جايه كذي على قولتنا بالقوترة لا اقوال مميزه يعني عرفت شلون؟ فاحنا فاقدين هال 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 الحس التهديفي هذا، ما عندنا هاللاعبين الان يعني ما عندك يعني علي ما كان طويل القامه لكن قبل بالهيد صحيح يعرف يعني متى يرتقي يعرف متى هذا آه، الان ما عندنا لا عندنا مهاجم طويل ولا عندنا مهاجم قصير ولا حتى شيء صراحه <تصفيق> عشان كذي <applause> انا اشبه آه، لاعبين صراحه انا يعني أنا عشان كذي يعني انا بل قلت بل بل عشان, عشان انا قلت بالبدايه ما بقول هداف تاريخي بقول هداف بالفطره <applause> يعني في هداف يعني فعلا تحس انه مميز مميز مو يعني هداف بالفطره يعني تشوفه بال 18 بيمينه بيساره هد قادر انه يسجل في 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 كل الاوضاع وفي كل لا علي ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه بعد احنا ما احنا حاسدين نعم نعم بعد نعم هو خلاص نعم بطل نعم <applause> علي, علي داخل البوكس وبرا البوكس يعني نعم برا يعني هذه ميزه نعم ما يملكها اي مهاجم في مهاجمين نعم يكونون داخل البوكس مثلا طويل تلعب نعم له الطويلة وهذا لكن علي لا يقدر يحضر الهجمه له يقدر يستلم كره يقدر بينه وبين اللاعب نعم فعلي ما شاء الله عليه من اللاعبين يعني اللي يعني انا يستاهل المكان اللي وصل له يعني انا بذك بذكره بالهاتريك اللي بالنهايه ضد القادسيه بس القادسيه خذاه أربعة ثلاثة قول قول <applause> <جول تصفيق> بالهيد وقول من كره ثابته فاول وقول بلنتي باليمين واليسار بس بس, بس النتيجه راحت الذهبي سعدون شمر شوف خالد بالنسبه حق انا اذا بتكلم عن نفسي وجود التنافس مهم صحيح خصوصا يعني حتى الفريق الخصم انت انت تتابع مهاجم الفريق الخصم هذا اول نقطه عشان انت تبرز فريقك الشغله الثانيه انا شخصيا كانوا وياي لاعبين هم يساعدوني اني انا ابرز يعني مثلا جاسم الهويدي بشار عبد الله غير انك تلقى لاعبين مثل وليد البريشي يعني صانع بس ألعاب بس وليد ايه اي بس انا اتكلم كمهاجمين صحيح بشار جاسم. جاسم علي مروان. لما يكونون موجودين لابد انه يصير في تنافس يعني لخدمه الفريق ووضع البصمه في هذه المباريات الحساسه خاصه. اعتقد هذا الشيء يعني يفيد اللاعب نفسه وطبعا كل كل يطلع يكون هو يعني مثل ما يقولون عريس. نعم. البطولة في هذه المباراة النهائية أن تسجل هدف وهذا كل مهاجم أنا إذا تكلم عن نفسي كل مهاجم أقول لك أنه يسعى أن يصير هو آه يعني صاحب البصمة في هذا النهائي نعم آه كابتن بدر المهاجم يضيع عشر قبل واحدة الناس تقول إيه؟ يعني يطير بهالمهاجم وتتكلم صح. عنه وهو مضيع عشر قبل واحدة أما الحارس يصد له عشر ويدش إيه عليه جول إيه يمكن إيه سهل إيه الناس كلها تنتقده وهذا يعني بالنسبه للحارس إيه الله يعينه بهالجانب مثل المدرب الله يعينه إنت إيه لكن إيه لكن انا إيه بتخلك من هالجانب إيه يعني انت في 2004 2005 إيه يعني امام الكويت في ركلات ترجيحيه استطعت انك تصد لك كذا ركله وانهيت المباراه لمصلحه فريقك إيه بالاضافه الى اكيد انك يعني شلون تقابل المهاجمين يعني في مهاجمين اكيد تعمل له ألف حساب هذا المهاجم فعلا انا اعمل له ألف حساب قبل المباراه والله شوف يعني يعني الـ الـ انت قلت قارنت بين الحارس والمهاجم المهاجم قاعد يفوز الفريق انت بخطائك خسرت الفريق دائما يرتبط بالنتائج هذا نتيجته فوز لكن الحارس وانت خطاك الحارس نتيجته الحارس خساره في بعض الاحيان تحمل نتائج يعني نتائج يعني. يعني. يعني يعني الفعل يعني غلطه الشاطر لا يعني يعني لكل فعل نتيجه صحيح النتيجه هذه ايجابيه مات المهاجم والحارس نتيجته سلبيه فهو يتحمل نتائجها بالنهايه حسب موقعه وهذا يعني يعني اهم عامل ضغط كبير نعم ويعني ما في عذر والمهاجم إذا ضيع ترى وايد وخسرنا واحد صفر مهاجم ضيع اربع هم ما حد رحمه ترى اي بس اذا سجل صفقوا قوله نفس لا الجول مثل ما قال القول تكون له بصمه بالمباراه سواء صح. اذا كان هو نجم المباراه مثل يعني يوم النهاية يوم تصد لك البصمه طبعا ناسيين الحين ناسيين الفريق حق القادسيه لا, لأ, لا, لا بس يتذكرون ان بدر لما في الركلات الترجيحيه استطاع انه يصد كذا ركله واستطاع انه يفوز الفريق في الركلات الترجيحيه يعني اجواء ترى في ناس انا قبل كنت اعتقد ان ضربات الترجيح هي مجرد حظ نعتقد يعني قبل أيه. لكن لما دشينا بالاجواء هذا لعبنا مباريات يعني ترجيح مع العربي مع الكويت مع كاظم دشينا بالاجواء هذا طلع الموضوع لا ما يعتمد على الحظ الحظ ممكن 30% ولكن 70% قراءه واستعداد بدني ونفسي طبعاً. الا شلون انت تقدر تتصرف بحال ان الكره اتجهت الى الاتجاه اللي انت يعني قريته مباراه يعني نفس هذه مات الكويت احنا بدينا اضاعه ضربه ضربه ترجيح كان بدر نطوع، فصار الضغط اكثر، صار يحل الاعتماد منه على الحارس تعال عوضوني صحيح فانت تقرر ضغوط، تصد الاولى يرد يضيع الثاني صحيح تعال مره ثانيه عوض فكانت مباراه يعني تعتبر فيها فيها دراما فيها فيها اذاعه يعني فيها احداث يعني عشان عشان كذي كانت ممكن تضيع اول 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 شوطه شوطتين بعدين تنقلب عليك صحيح. صحيح يعني الكويت شات اربع سجل واحده نعم صحيح وخالد يمكن انت ذكرت اجمل يعني من اجمل المباريات اللي لعبتها نعم. سنه 98 98 99 خذيت هداف انت اي كان كانت نهائي كاس نعم. ولي العهد بس انا قبل لا اتكلم فرد. معك انا بالاستديو مطولين معاكم <applause> ان شاء الله لكن معاي اتصال هاتفي من سعاده اللواء فهد الشويع الوكيل المساعد لشؤون المرور والانابه بدايه اصبح عليك بالخير سعاده اللواء وسعيدين بهذه المداخله وايضا نبي نعرف استعداداتكم ان شاء الله لليوم ان شاء الله والمباراه النهائيه على كاس سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه. صباح النور استاذ خالد حياك الله انا سعيد بلقائي معك بلقاء الكبات اللي معاك كابتن علي مروي وكابتن علي الزيد والحارس الكبير طبعا اليوم نهايه سيدي سمو العهد الكل فايد واعترف الحضور سيدي سمو العهد هاي تشويف لكل اللاعبين وكل الجماهير ولنا احنا كرجال امن نعم. اليوم استعدادنا اخوي خالد يعني طبعا <applause> ما في مخارج ما كل البوابات مفتوحه تقريبا من الساعه 2 راح تفتح البوابات تواجدنا احنا تقريبا من الساعه 12 اه متواجد جميع الدوريات احنا بس المطلوب المواقف نعم. كلها مفتوحه خاصه دل. داخل الاستاد والمواقف اللي اللي قبال المنصه الرئيسيه اللي خارج الاستاد هذه كلها متوفره يعني بس احنا نتمنى بس نعم. اخوي خالد ان يتعاونون الجمهور رجال المرور راح يمنعون اي سياره توقف على نهر الطريق بس في في علامات ارشاديه او رجل المرور راح يوجه اي شخص يبي حاب يدخل البوابات مثل ما قلت كلها مفتوحه وبوابات نعم. مرقمه بالاضافه بوابات راح تكون حق الدعوات الخاصه بوابات حق كبار المدعوين بوابات حق الخدمات هذه هذه فقط اللي ما راح يكون حق الجمهور الا باقي البوابات كلها مفتوحه واعتقد داخل يمكن الاستاد بس يشيل تقريبا 6000 مركبه يعني كذلك المواقف الرئيسيه اللي المنصه الرئيسيه اللي خارج الاستاد شيء تقريبا 20 الى 30 الف سياره وهذه الحمد لله يعني طبعا المواقف متوفره ولكن ان شاء الله يعني بس تعاون الجمهور مع مع رجال الهمس سواء داخل الاستاد او رجال المرور خارج الاستاد اخوي خالد. نعم طبعا سعاده اللي فهد شوية احنا دائما يعني الامانه نشد على ايدكم وان دائما نلاحظ يعني جهودكم واضحه في جميع الفعاليات سواء مباريات او حتى في جميع الفعاليات بشكل عام واكيد انتم لكم يعني مجهود كبير بالتنظيم وتنظيم حركه السير وان شاء الله الكل من خلال هذه الرساله ومن خلال رسالتك اللي وجهتها نتمنى ان الجماهير يتعاونون معاكم والحضور ايضا يتعاون معاكم واكيد لا نغفل القطاعات الاخرى والوزارات الاخرى لهم كل الشكر طبعا. صراحه. اي نعم اخوي ما في نجاح بدون تعاون نعم. بين رجال الامن والجماهير. صحيح. وهذا احنا متعودين عليه يعني في كل فعاليات سواء مباريات او اي خدمه اي خدمه تقوم فيها وزاره الداخليه نجد كل تعاون من أفراد الجماهير هذا شيء احنا اللي يفرحنا وهذا اللي يسعدنا وهذا اللي ينجح اللي يعني اليوم نجاح المباراه النهائيه اعتقد احنا نقول نجحنا نعم 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 قبل ما تبدي لان احنا نعم نعم مت... احنا واثقين صحيح الجماهير معنا اخوي خالد نعم طبعا و... طبعا الكابتن بدر الجمعه ي... وده يتداخل معاك أه تفضل لو... كابتن يعني أنا... انا انا بس يعني يعطيكم العافيه على مجهوداتكم واجتهادكم بس كان في نقطتين يعني العام حضور أه نهائي كاس الامير كان نفس الكلام ان البوابات مفتوحه انا بس بقول لك نقطتين يمكن انتم ما لاحظتوهم انا كمشجع حضرت وشفت يعني هالنقطتين اول شيء الساحه الكبيره المواقف السيارات هي مو منظمه سيارات فوق بعض يعني حتى لما تدخل ما تقدر تدخل ممكن الناس ما قدرنا ندخل بالسياره وما عرفنا نطلع بعدين هذه واحد اثنين البوابات كلها مفتوحه هذا اللي سمعناه العام لكن احنا العام ضاع علينا 20 دقيقه نهاية كاس الامير دشينا 2-0 لان مسكني كل بوابات خلونا ندخل من خلف الاستاد لفينا الاستاد كله مشي ف طبعا. يعني صحيح. طبعا خلي ساعات اه. لواء يعني تفضل ما عليك كابتن بدر ما عليك كلام طيب نعم. يعني يعتمد على الحضور انا هذه البوابات خاصة في بوابات لما 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 المواقف تنترس مضطر اني اسكرها واوشي كلها بوابه صحيح صحيح ادل انت داخل داخل الاستاد الاستاد له سعه يعني تقديرية عدلهم فاضل عمر نعم اي نعم. الشغلة الثانية البو... فعلا المواقف اللي قبال المنصة الرئيسية هي مو منظمة صح ف... ف... يعني أنت صحيح. لما يعني يعني بوزع بوزع مو أقل من 200 أسكر علشان أنظم اليوم أنا ليش ما أنظم نفسي؟ يعني مو مو مشكلتنا احنا نعم. مشكلة أنت لما تيجي توقف عدل ما نعم زين فهذه هي مو منظمة يعني هي يعني لا مخططه علشان صحيح. يعني انا حاسب او انظمها ولكن يعني احنا ليش نقول يعني قبل المباراه بساعه انت ترتاح عدل ما عدل يعني <applause> زين ولكن اذا خلنا واقعيين اليوم احنا ما عندنا النظام اللي انت توقف سيارتك في, في المكان المخصص لك وحتى انت تذكرتك خاصه ان المباراه <applause> مجانا مثل نقول اوروبا تي مكانك لو بعد 10 دقائق راح تلقى مكانك لو ما تي لو اخر خمس دقائق هذا مو نعم موجود عندنا صحيح فاحنا نتمنى يعني هذه المواقف الخارجيه ترى مو منظمه لو منظمه ممكن ما يصير الازدحام او الاختناق المروري اللي فعلا نعم داخل المواقف نعم. نعم, نعم يعني احنا طبعا سعاده اللواء فهد الشويع الوكيل المساعد لشؤون المرور بالانابه باقة ورد نقدمها لك ولرجال المرور ولرجال الداخلية بشكل عام ولكل الوزارات والقطاعات المنظمة في هذا اليوم في المباراة النهائية على كأس سمو ولي العهد الله يحفظه ويرعاه وانا شاكر لك هذا التوضيح وشاكر لك هذه المداخلة حياك الله استاذ خالد وسلم على الكباتي كلهم الله يوفق الجميع ان شاء الله أرى 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 أرى. مشكور. مشكور. طبعا اللواء فهد الشوية الوكيل المساعد لشؤون المرور بالانابه على هذه المداخله والتوضيح وعساكم على القوه احنا طبعا نخرج معاكم في مشوار القادسيه في بطوله سمو ولي العهد وحتى وصوله الى المباراه النهائيه استهل فريق نادي القادسية مشواره بالنسخة الرابعة والعشرين لمسابقة كأس ولي العهد من دوري المجموعات بلقاء لفحيل على ملعب ثامر الرياضي في إطار منافسات المجموعة الأولى والتي يترأسها الأصفر كونه بطل الدوري وبعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي افتتح سعود المجمد أهداف المباراة بهدف سجله في الدقيقة الثامنة والخمسين. واضعا القادسية في المقدمة ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه في الدقيقة التاسعة والستين قبل أن يختتم فيصل عجب ثلاثية القادسية في الدقيقة الثامنة والثمانين ليضع النقاط الثلاث في رصيده وفي اليوم الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الماضي التقى القادسية أمام الساحل على ملعب صباح السالم الذي شهد فوز بني قادس بثنائية المحترف الأردني شريف النوايشة والمتألق عبد العزيز المشعان وحقق الأصفر فوزه الثالث على التوالي في الدور التمهيدي على أرضية ملعب صباح السالم بالفوز على خيطان بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها كل من صالح الشيخ وأحمد الظفيري ورضا هاني على التوالي واستمرت سلسلة انتصارات بني قادس وثلاثياته في اللقاء الرابع الذي احتضنه استاد الصداقة والسلام وذلك على حساب الاستبيقات الذي تقبل الهزيمة بثلاثة أهداف دون رد ابتدأها أحمد الظفيري بالدقيقة الرابعة والعشرين ثم أضاف عامر المعتوق الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول ثم اختتم فيصل عجب ثلاثية الأصفر في الدقيقة الخامسة والسبعين وفي اليوم الثاني عشر من شهر ديسمبر الماضي فاز القادسية على اليرموك على ملعب مبارك العيار حيث باغت فيصل عجب اليراميكا بهدف مبكر سجله في الدقيقة السابعة قبل أن يحرز الأردني أحمد الرياح الهدف الثاني للقادسية في الدقيقة الخامسة والخمسين لتنتهي المباراة على وقع الهدفين اللقاء الأخير بدور المجموعات جمع بين القادسية والجهراء على ملعب صباح السالم والذي شهد أول حالة تعادل للأصفر إذ وضع بدل نطوع فريقه بالمقدمة بهدف أحرزه في الدقيقة الحادية والأربعين قبل أن يسجل المحترف البرازيلي روجيريو هدف التعادل للجهراء وليتأهل القادسية كأول عن المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة وفي الدور قبل النهائي تقابل القادسية أمام خصمه السالمية على أرضية استاد جابر الدولي والذي شهد رباعية بيضاء لبني قادس إذ افتتح الأردني أحمد الرياح أهداف المباراة في الدقيقة الرابعة عشر قبل أن يسجل ضاري سعيد الهدف الثاني للقادسية في الدقيقة الخمسين ثم أضاف فيصل عجب ثالث أهداف الأصفر في الدقيقة السابعة والستين واختتم بدل طوع رباعية القادسية بهدف أحرزه في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع معلنا تاهل القادسيه للمباراه النهائيه بشكل رسمي. طبعا هذا كان مشوار القادسيه وحتى وصوله الى المباراه النهائيه، القادسيه طبعا تصدر المجموعه الاولى وحصل 16 نقطه وسجل 14 هدف وسجل عليه هدف واحد. في المجموعه لكن في المباراه النهائيه سجل اربع اهداف لذلك بشكل عام سجل 18 هدف في هذه البطوله ودخل مرماه هدف واحد، انا ودي اتكلم عن مشوار القادسيه بس انا قاطعت كلامك على موضوع <applause> ايضا القادسيه مباراه النهائيه بشكل سريع كابتن علي. اتكلم عن نهائي كان 98 9 نعم. آه ضد القادسيه كانت مباراه طبعا كبيره بالنسبه لي وبالنسبه للمباراه نفسها نعم لان شوح. كان مباراه كانت صحيح. مباراه مميزه. نعم, نعم. وانا شخصيا انا لما اقول لك اللاعب يترك بصمه كنت اتمنى اني اسجل هدف الفوز نعم. لان وقتها كان فيه هدف ذهبي لكن يعني قدر الله ما شاء فعل فازوا الغادسية نتيجه أربعة 3 ولا زال جمهور نادي الغادسية يذكر هذه المباراه ويذكر اني انا سجلت فيها ثلاثة اهداف فانا المباراه هذه يعني من افضل المباريات اللي قدمتها الصراحه نعم حتى القادسيه سجل ثلاث اهداف بس الرابع حسين الخضري <applause> <applause> <يلا يدا. تصفيق> آه طبعا بدر بنتكلم معاك عن مشوار آه القادسيه <applause> هو ترى مشوار القادسيه بالمجموعه نسبيا <applause> <applause> كان اسهل يعني من المجموعه الثانيه صحيح فما كان مقياس يعني حق اداء و يعني مستوى فني لنادي القادسيه ما كان مستوى اللي يكشف مثلا اخطاء او سلبيات وهذه مشكله اعتقد راح يواجهها الفريق حتى بالنهاية لما ما ما تلعب برتم عالي المجموعه وتي فجاه تصعد الى مستوى اعلى يعني فيك راح تكتشف اخطاء لكن يعني بخبره لاعبين نادي القادسيه وامكانياتهم ويعني والظروف وال وال المباريات والمباريات اللي مرت عليهم اعتقد يقدرون يتغلبون على هذا الوضع بسرعه ويتغلبون على اي مستوى يواجهونه يعني. نعم القادسيه لعب ست مباريات المجموعه فاز في خمس مباريات تعادل بس امام الجهره واحد 1 اخر مباراه اخر, آخر مباراه كانت وهو كان حاسم هذا بس انا م. بتكلم يعني كاحصائيه انه ايضا سجل بالمجموعه 14 هدف م. ودخل مرماه هدف وحيد انا اتكلم عن المجموعه ما اتكلم على قبل انا شوف عشان احصائيه اذا أه بنتكلم احصائيه بشكل ادق أه نقول 18 إيه؟ حتى وصول مباراه النهائي سجل 18 إيه؟ هدف سجل عليه هدف انا انا بتكلم بشكل عام سواء هذا البطوله او اي بطوله الحين بالكويت بالدوري المحلي النشاط المحلي مقياس تسجيل الاهداف ترى ساعات يعني قوه الهجوم او يعني ضعف الدفاعات حتى احنا يعني يعني لما يدخل علينا جول هذا يعني اما قوه دفاعاتك او ضعف خصمك يعني هجوماتنا، نعم. احنا اعتقد بالكويت عندنا مشكله بالهجوم والدفاع بشكل نعم. عام نعم, نعم. فتسجيل النسبه هذه الكبيره هذا يعني انا اعتقد قوه هجومنا اوكي ولكن هذا ما يعني ان الدفاعات زينين اصلا اللي قاعد نواجههم مستوى الدفاعات الفني نعم. نازل بالمقابل دفاعاتنا زينين بس هذا ما يعني ان الهجومات اصلا زينين يعني اللي قاعد تواجههم الفرق المحليه مستوى نعم. مو على قدر الطموح يعني هذه المع... الارقام يعني غريبه يعني تلعب كم مباراه؟ لعب ست مباراة سبع مباريات في المجموعه سبع مباريات, مباريات ست إيه؟ مباريات في مجموعته فاز في خمس مباريات تعادل مع الجهره واحد وعليك وعليك هدف وعليك هدف يعني يعني, هدف يعني على الاقل تقبل انت الاربعه او الخمسه او الثلاثه نعم بس هدف يعني الاحصائيات ما تدل على انه شيء زين نعم بلانكو مو موجود اليوم لا هذا الكلام اللي اللي وصلنا بلانكو موجود لكن سيلفا نعم نعم يعولون عليه نعم 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 ايضا نشاهد مشوار فريق نادي الكويت في بطوله كاس ولي العهد وحتى وصوله الى المباراه النهائيه الكويت مشواره نحو المباراة النهائية على كأس ولي العهد لكرة القدم من المجموعة الثانية في الدور التمهيدي للمسابقة وأول المواجهات أمام خصمه كاظمة على استاد صباح السالم ونجح العميد في الفوز بالمباراة بهدفين لهدف حيث جاءت جميع الأهداف في الشهر. وقد سجل للكويت كل من فهد حمود وجمعه سعيد في الدقيقتين العاشره والثانيه والعشرين بينما جاء هدف كاظم الوحيد عن طريق المحترف البرازيلي باتريك فابيانو في الدقيقه الثانيه والاربعين ليكسب الابيض اول ثلاث نقاط له في المسابقه وفي السادس من شهر نوفمبر الماضي تقابل الكويت أمام الشباب على استاد الصداقة والسلام الذي شهد فوز الأول بثلاثة أهداف لهدف حيث تناوب على تسجيل ثلاثية العميد كل من عبد الله البريتشي وعبد الهادي خميس والمحترف المغربي عادل الرحيلي فيما سجل الهدف الوحيد للشباب إبراهيم العازمي ثم خاض العميد اختبارا سهلا بمواجهة بورغانا الذي تقبل الهزيمة على استاد الصداقة والسلام بواقع ثلاثة أهداف دون رد حيث افتتح باب التسجيل المحترف العاجي جمعة سعيد في الدقيقة الرابعة والثلاثين وبعد أربع دقائق أضاف طلال جازع الهدف الثاني قبل أن يختتم ثلاثية الكويت اللاعب علي الكندري في الدقيقة السابعة والثمانين وفي رابع مبارياته في دوري المجموعات لم يجد الكويت صعوبة في تجاوز خصمه التضامن الذي تكبد خسارة قوامها أربعة أهداف دون مقابل حيث افتتح العاجي جمع سعيد باب التسجيل في الدقيقة الثلاثين ثم أضاف كل من فهد الهاجري وعبد الهادي خميس وطلال جازع هدفا لتكون المحصلة النهائية الفوز برباعية بيضاء وفي يوم الثامن من شهر ديسمبر الماضي التقى الكويت والسالمية ضمن منافسات الأسبوع الخامس للبطولة وذلك على استاد الصداقة والسلام واكتفى الطرفان حينها بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله حيث سجل الكويت فهد الهاجري من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة والأربعين قبل أن يعادل الأردني عدي الصيف النتيجة بهدف أحرزه في الدقيقة الستين وفي لقاء الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات الذي أقيم على استاد صباح السالم تغلب العميد على النصر بهدف دون رد سجله المحترف الإيفواري جمع سعيد في الدقيقة الثامنة والأربعين ليبلغ رصيد الكويت النقطة السادسة عشر أما لقاء الأسبوع الأخير فقد جمع الكويت بخصمه العربي على استاد جابر الدولي حيث اتفق الفريقان على التعادل السلبي بدون أهداف والذي أضاف للكويت نقطة أخرى في رصيده ليتأهل للدور قبل النهائي كمتصدر للمجموعة الثانية وفي اليوم الحادي والعشرين من شهر ديسمبر أقيم لقاء الدور نصف النهائي بين الكويت والجهراء وهو اللقاء الذي شهد مهرجان أهداف للكويت بالفوز بخماسية نظيفة تناوب على تسجيلها في مرمى أبناء القصر الأحمر كل من عبدالهادي خميس هدفين، وطلال جازع هدفين، وفراس الخطيب لينتزع العميد بطاقة الترشح للمباراة النهائية بكل جدارة واستحقاق هذا كان مشوار فريق الكويت وحتى وصوله للمباراة النهائية الكويت تصدر مجموعته مجموعته طبعا ثمان فرق عكس مجموعة القادسية سبع فرق لعب سبع مباريات جمع 17 نقطة له 14 هدف وعليه ثلاث أهداف في المباراة النهائية فاز على الجهرة 5-0 يعني بمحصلة نهائية له في البطولة 19 هدف وعليه ثلاث أهداف تعادل مباراتين سالمية واحد واحد بالعربي صفر صفر كابتن علي مشوار الكويت شلون شايفة والله شوف مشوار الفريق طبعا قبل وصولنا النهائي ما كان يعني ما كان سهل يعني في عندنا بالمجموعة فرق مجموعة حديدية صراحة يعني نوعا ما في في فرق يعني نوعا ما بالنسبة لنا سهلة وفي فرق لا طبعا كاظمة العربي السالمية, السالمية النصر, النصر نعم اعتقد فرق كلها فرق يعني مستواها بالدوري كان يعني زين وهذا ولكن تدري انت مباريات الكؤوس تختلف احنا ربعنا يعني متعودين على 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 اجواء مباريات الكؤوس كنا عاقدين العزم ان يعني المباراه هي صد نظام مجموعاتها ولكن نبي كانها بطوله من من مباراه وحده ونبي نخلصها يعني نبي فوز ما نفكر بتعادل ونفكر تجميع نقاط او نبي فوز ولكن الحمد لله رب العالمين يعني المجموعه مجموعه اللاعبين تكاتفوا مع بعض يعني وحطوا هدف ان وصولهم الى كاس سمو ولي العهد النهائي طبعا هذا يعوضنا عن ان مشاركاتنا الخارجيه طبعا اللي احنا الحين بسبب الايقاف يعني راحت منا يعني عاقدين العزم ان احنا على الاقل ناخذ بطولات محليه يعني ما ما تضيع علينا الحمد لله رب العالمين يعني اتوقع ان مشوار فريقنا الى وصوله الى اليوم النهائي يعني ماشي بخطه ثابته فريقنا مستعد استعداد جيد حق مباراه اليوم خطوطنا الحمد لله كلها متكامله ما عندنا اي اصابه اي او اي نقص اتوقع ان حظوظنا ان شاء الله اليوم واتمنى ان فوز فريق نادي الكويت ان شاء الله طبعا الفريق معسكر الان في احد الفنادق لهذه له المباراه النهائيه نعم. وان شاء الله رايح الا بعد شوي نتغدى وياهم بالعافيه <applause> لك وباللاعب <وملاحظ تصفيق> <applause> لا هذا <غدا> فندق طيب <تصفيق> <تصفيق> خالد يمكن لو تشوف مشوار الفريقين يمكن تقول ان كان مشوار القادسيه اسهل في كمجموعه نعم كمجموعه نعم غير نادي الكويت لكن يمكن في المباراه قبل النهائي صار العكس صار يعني في وجهه نظري نعم يعني وله تغلين من نادي الجهره لكن يمكن الكويت واجه الجهره والقادسيه واجهه السالميه احنا نتكلم يعني يعني على مستويات ما نتكلم ايه على فرق ايه لكن الجهره هالسنه يعني مستواه ما كان بالطموح بالنسبه لابناء الجهره وقابل اكيد الكويت لكن مباراه القادسيه في قبل النهائي كانت امام خصم ومنافس جدا اكيد اه اكيد اه قوي شرس اكيد لكن احنا ما نقلل نعم ما نقلل نتكلم على المستويات يمكن حتى صارت في بطوله الكاس العام يمكن او اولة العام لما يكون عندك ثلاث اربع فرق ثلاث فرق تختار انت كفريق تتمنى انك تلعب مع من والله انا اتمنى ان القرعه تحطني مع الفريق الفلاني لكن احنا شفنا في, صحيح في المواجهه قبل النهائي كانت يعني صحيح ان القادسيه فاز على الساميه بنتيجه كبيره لكن هذه ظروف مباراه نعم ظروف مباراه صحيح وحتى نادي الكويت يعني قابل الجهره و يستحق وصول يعني يستحق ظروف المباريات هذه اللي اهلت الفريقين انا باخذك على الهدافين، يعني احنا اليوم لو نطالع هدافين الفريقين القادسيه فيصل عجب سجل اربع اهداف احمد الظفيري، احمد الرياحي، سعود المجمد، بدر المطوع هدفين 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 صحيح. زين والباقي طبعا هدف هدف لكن اتكلم على الهدافين الفريق. صحيح. تروح الكويت طلال جازع، عبد الهادي خميس، جمعه سعيد اربع اهداف اربع اهداف اربع اهداف. فهد الهاجري مدافع هدفين. شلون يعني تقرأ <applause> اقوى <لا> <applause> <لا لا> <applause> يعني اذا احنا نشوف كخط, يعني كخط هجوم اذا يعني تلاحظ كخط هجوم صراحه عبد الهادي خميس جمعة سعيد مقولين اربع اقوال اربع اقوال صحيح آه نعم. طبعا الفريقين نعم. يملكون نعم. خط نعم. هجوم قوي نعم مثل ما تفضلت نعم. يعني جمعه سعيد وعبد الهادي خميس اللي قاعد يقدمون نعم. مستوى مميز رياضه الى <applause> طلال بشكل سريع صراحه لاعب مميز وقاعد يقدم مستوى مميز. القادسيه مثل ما تفضلت يعني قلنا المجمد يعني عجيب. انا اقول انا في وجهه نظري ككفتين مهاجمين كلهم متساويين. بشكل سريع من تتوقع؟ الفوز؟ اي مباراه فوز يعني سواء فوز سواء دركلات ترجع بشكل سريع. والله شوف المباراه صعبه الصراحه. <applause> بشكل يعني سريع لكن ما ادري انا احساسي ان القادسيه يمكن يفوز بدر واحد صفر علي منو هذا القادسيه علي ان شاء الله الكويت بس كم <applause> ما ادري صراحه طبعا كل الشكر لضيوفي <applause> داخل نعم اتوقع كل الشكر لضيوفي داخل, <applause> داخل, <applause> داخل, <applause> <applause> داخل الاستديو <applause> <applause> بدون طبعا <applause> مسميات والقاب كابتن علي المروي شكرا كابتن بدر الجمعه شكرا كابتن علي الزيد شكرا احنا مستمرين معاكم متواصلين معاكم في اليوم المفتوح لكن نخرج معكم الان لبرنامج عالم الصحافه